ماذا يحدث للجنين عندما تبكي الأم أو تتعرض للاكتئاب أثناء فترة الحمل؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتعرض السيدات الحوامل للعديد من التغيرات الهرمونية أثناء فترة الحمل، وهو الثابت علميا، ولكن هل لحزن المرأة الحامل بالتحديد أي تأثير سلبي على جنينها؟ وفقا لدراسة أجراها مجموعة من الباحثين في جامعة زيورخ، أوجدوا أن التمثيل الغذائي للجنين يتأثر بحزن أمه، حيث يؤدي حزن الحامل إلى تغيرات هرمونية سريعة تؤثر بشكل مباشر على جنينها، ويؤدي حزن المرأة الحامل إلى زيادة الكورتيزون، وهو هرمون التوتر لدى المرأة، والذي يؤثر على عملية التمثيل الغذائي بالنسبة للجنين. ومن أجل ذلك وجدت قاعدة مفادها أن الحالة النفسية للمرأة الحامل قد تؤثر بالسلب أو بالإيجاب على جنينها أثناء فترة الحمل، فمن الطبيعي أن يكون لدى الحامل شعور بالحزن أو الألم، ولكن نسبة هذا الشعور هو الذي يمكن أن يعول عليه في تأثيره على الجنين ونموه، فالجنين يتأثر بالصحة العقلية والنفسية للأم حسب ما قرره مجموعة من الباحثين في هذا الشأن. وأثبت الباحثون أن المشيمة تتأثر بالحالة النفسية والعقلية للمرأة الحامل، ومن ثم يتأثر الجنين داخل الرحم، وذلك خلال فترة الحمل، فقد تعاني الأم من القلق أو من الاكتئاب، وهذا ما يسمى اكتئاب ما قبل الولادة. وللحد من هذه المخاطر من المهم جدا تناول نظام غذائي جيد للأم وممارسة النشاط البدني والرياضي بانتظام. ويعتقد الكثير من الناس بطريق الخطأ أن المرأة التي تتوقع طفلا يجب أن تشعر بالضرورة بالبهجة طوال الوقت، وإن كانت هذه الفكرة المسبقة تعزز الشعور بالذنب لدى النساء اللاتي يعانين من اكتئاب ما قبل الولادة. لذلك من المهم جدا حل هذه المعضلة التي يمكن أن تولد في بعض الحالات زيادة نسبة الاكتئاب لدى الأم الحامل. ويرجع الباحثون اكتئاب ما قبل الولادة إلى عدة عوامل، أهمها الأعباء الثقيلة على الأم الملازمة لفترة الولادة، والصراع العائلي والإجهاد المستمر وما إلى ذلك. وفي هذه المرحلة الفاصلة والتي تمثل العلاقة بين الأم وجنينها، لابد أن تكون الأم حريصة على استقرار حالتها النفسية قدر الإمكان خلال فترة الحمل، وتجنب التوتر والمشاعر السلبية، ويأتي ذلك عن طريق الاسترخاء الكامل والبعد عن مسببات الحزن بصفة مستمرة، والبعد أيضا عن الاكتئاب المبالغ فيه. أرجو أن يكون الفيديو قد أفاد حضراتكم بمعلومة، وإن شاء الله نلتقي في فيديوهات قادمة بإذن الله. أترككم جميعا في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.